ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا وكل عام وأنتم بخير. كلنا ونحن صايمين منشتهي أكلات كتير، ويمكن حتى أكلات بالعادة ما منحبها، وأغلبنا وقت يشتري بيشتري بكميات أكبر من العادة لأنه بيتخيل أنه بعد الإفطار رح يأكل كتير، ومننسى أنه الصايم بيأكل أقل من المفطر. مشان هيك برمضان بيزيد المصروف ضعفين أو ثلاثة عن الأيام العادية، وهلأ بهالأوضاع وبهالغلب بالبلد كتار منا هكلانين هم كيف بدهم يدبروا حالهم برمضان. رح أحكي لكم اليوم كم شغلة إذا بتعملوها رح تلاقوا حالكم عم بتوفروا كتير. برمضان بدكم سياسة تدبير صحيحة ومدروسة للمصروف. كيف؟ أول شي بنصحكم قد ما فيكم تخففوا تسوق بأول رمضان، لأنه الأسعار بتكون كتير مرتفعة وبتنزل ابتداء من الأسبوع الثاني. وقت تتسوقوا حاولوا تكونوا مسبقاً حاطين قائمة للتسوق لأسبوع واحد بس، وتكون هالقائمة على أساس النواقص اللي عندكم بالبيت والتزموا فيها بس، لأنه فعلياً أنتم ما لكم بحاجة لشي غيره. ولا تشتروا من العروض شي ما بتحبوه أو مو أكيد تستخدموه، ركزوا على الشي المحتاجينه بس واللي مكتوب بالقائمة. حاولوا دائماً تختاروا الوجبة الرئيسية من خضرة الموسم لأنها عادةً بتكون رخيصة. وبالنسبة للعصير، طبعاً كتير منشرب عصير وسوائل مع الفطور وبعد الفطور، وخاصة أنه عم نصوم ساعات طويلة والدنيا شوب، مشان هيك مصروف العصير له حسابه، والأحسن لتوفروا فيه أنكم تعملوا العصير اللي بتحبوه على إيدكم بالبيت، لأنه كتير أوفر وأطيب من العصير الجاهز، غير أنه في فائدة أكتر لأنه طبيعي 100%. واللي بده يشتري أواعي للعيد لا يستنى لقبل العيد بيومين، لأنه بتكون الأسعار نار. حاولوا اشتروا بأول أسبوع من رمضان أواعي العيد لأنه بتكون لساتها بأسعارها الطبيعية. وإذا كانت أوضاعكم المادية صعبة كتير وما عم تقدروا تشتروا المنتجات الغذائية من السوق، فبنصحكم تعتمدوا على صناعة وزراعة المواد الغذائية. الخبز مثلا فيكن تعملوه بالبيت، ما رح تحتاجوا غير طحين ومي، وإذا ما في طحين قمح طحين الشعير بيمشي حاله. وبدل الصاج استخدموا قصعة الزيت بس طبوها على الغاز وبتصير مثل الصاج وبتخبزوا عليها. وكمان حاولوا تزرعوا الخضرة والفواكه الموسمية يلي بتناسب ظروف المنطقة يلي انتو فيها وبتاكلوا منها. وبالنسبة للحم حاولوا تخففوا من كميته بالأكل لأنه أوفر، واللحم من المواد الغذائية يلي بتستهلك وقت كتير لتنهضم، وبالتالي ما لها من الأكل الخفيف المنصوح فيه برمضان. وإذا كنتوا بمناطق زراعية تقدروا تربوا فيها حيوانات، فمو غلط تربوا حيوانات تستفيدوا من حليبها وتعملوا لبنة وجبنة وقريشة وغيره. ومننصحكم بتربية الأرانب. ليش الأرانب؟ لأنه الأرانب سريعة بالتكاثر كل 45 يوم تقريباً، وبيجيب الأرنب الواحد 4 أرانب تقريباً، وهيك بيتوفر اللحم. وتذكروا أنه كل شيء بيزيد أكل فينا نعمل له إعادة تدوير ونعمل منه أكلة جديدة. يعني إذا زاد عنا شوية مفركة بطاطا فينا تاني يوم نحط عليهم بيض ونسويها مفركة بيض. أو مثلاً إذا فرط معكم اللبن لا تكبوه، اعملوا منه قريشة. والجبنة إذا صار لها زمان سووها شنجليش. لا تشوفوها شغلات بسيطة، لأنه وقت رح تعملوها رح تحسوا بفرق المصروف وبالتوفير يلي حققته. كونوا بخير ورمضان كريم. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.